يلا تفضل. خش يا دكتوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يوم تاريخي في تاريخ العدالة في السودان، العدالة التي حاول البعض أن يسيسها وحاول أن يقضي عليها، حتى أن أهل السودان قد وصلوا إلى درجة من الإحباط أن العدالة لن تتحقق في بلادنا مرة أخرى. لكن قضاء السودان العادل يظلم في كل يوم، في كل يوم يمر أن هذا القضاء العادل لن يظلم عنده أحد. ولذلك عندما طالبنا بأن نحال إلى محكمة ووصلنا فيها إلى درجة الإضراب عن الطعام، كان ذلك لأننا كنا نؤمن بأن قضاءنا عادل. اليوم حكم المحكمة ببراءة كل المتهمين من التهم التي نسبت إليهم، وسجنوا بسببها أكثر من عامين. الله أكبر. يؤكد بأن بلادنا بإذن الله ستتعافى في كل يوم أفضل مما كانت بالأمس، وسيفشى كل من يحاول أن يغير مسار بلادنا ويحطمها بالخلاء والظلم وتسييس العدالة، سيفشل بإذن الله. جزيتم خيرا. ما هي رسالة للأحزاب السياسية؟ رسالة لكل الأحزاب السياسية: توحدوا من أجل البلاد. الله أكبر. توحدوا من أجل البلاد. بلادنا تحتاج لكل فرد من أفرادها، فحافظوا عليها وأنسوا الخلافات. نحن علينا أن نذكر بأن هذه ليست أول تغيير بثورة شعبية وإنقلاب، هذا التغيير الثالث في تاريخ بلادنا. كان في أكتوبر وحضرناه، وكان في أبريل وحضرناه، لكن في كل مرة كانت الحاضنة كل الشعب السوداني لفترة انتقالية. نحن نريد أن تكون حاضنة الحكومة الانتقالية كل الشعب السوداني وليس أحزاب بعينها، وبذلك بإذن الله يمضي كل الشعب في التاريخ في طريقه إلى قيام انتخابات تختار من يختاره، ونرتضي بحكمه جميعا. وكلنا بإذن الله كسودانيون ندعم هذا التوجه ونقف معه ونقف خلفه. علينا أن ننسى الماضي وأن ننسى النزاعات وأن ننسى الخلافات، لأن هذا البلد هو الذي ولدنا عليه وتربينا فيه، وسنتركه لأبنائنا من بعدنا ولأحفادنا من بعدنا.